بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. وحشتونا، يمكن بقى لنا 6 حلقات ما بنتقابلش طبعا نتيجه ضغط مباريات كره القدم، وبتيجي بالصدفه يوم حد واربع، فالحقيقه بقى لنا يمكن 2 أو 3 أسابيع لم نتقابل، ودي اول حلقه بعد غياب. وحشتونا جدا، ولكن زي ما بنفكركم بحلقتنا بتبقى كل يوم حد واربع من 8 لـ 9:30، بنتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى اللي حصلت على الساحه الرياضيه داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا بيبقى مجموعه من الاخبار، والنص الثاني بيبقى فقره حواريه. فقرتنا النهارده مع التايجر الاهلاوي نجم نجوم الاسكواش الصاعد صاحب الـ21 ربيعا مصطفى عسل. مصطفى نجح في وقت قياسي، يمكن احترف اللعبه يعني في سنتين، وصل في اخر تصنيف للبي اس اي او منظمه محترف او منظم اللاعبين المحترفين، وصل ترتيبه العالمي للثالث، واطاح بمحمد الشرباجي في هذا المركز، والاول مره مصطفى يدخل في توب 3 على العالم كله، وان شاء الله مش هتبقى النهايه، لسه عنده مستقبل كبير. 21 سنه حقق بطولات يمكن كاصغر لاعب في التاريخ يحققها، وده انجاز كبير ليه. مصطفى النهارده هيكون معانا ضيفنا، والجميل النهارده ان احنا جايبين كل المحيطين واللي ليهم فضل كبير على مصطفى عسل عشان نشوف هذه التجربه، وكل لاعب او كل ناشئ بيتفرج علينا النهارده اكيد هيستفاد من هذه الحلقه. معانا مصطفى عسل والده الاستاذ محمود عسل، ووالدته ايضا الاستاذه منى مدحت اللي شفناها دخلت له الملعب في اخر بطوله الحقيقه وحضنته كان هي اللي كسبت الحقيقه، وكان ده يبان قد ايه دور الام في هذه المنظومه. وكمان هيكون معانا مدربه كابتن محمود عبد القادر. دي صوره طبعا مصطفى عسل بطلنا العالمي الكبير، والحقيقه احنا بنشكره النهارده يعني لانه كان في اجازته وكان عايز يطلع يقضيها في الساحل يبعد شويه عن السكواش، ولكن عندما تلقى الدعوه من قناه النادي الاهلي لم يدخر جهدا ولم يتوانى لثانيه، قال لنا انا معاكم وهاجل اجازتي عشان اكون معاكم يوم الاحد. بنشكرك يا مصطفى، النهارده ان شاء الله الكثير من الناشئين مهم ان هم يشوفوا حلقه النهارده، لان بالمناسبه اول بطوله خدها مصطفى عسل في تاريخه كانت هو عنده 15 سنه. يعني عايز اقول لكم ان هو تاخر كثيرا في حصد البطولات، فدي مثال يحتذى به. مصطفى الحقيقه انا اتفرجت عليه في تمارين واتفرجت عليه في كل شيء، ده مثال لواحد او لاعب عايز يبقى حاجه. اتفرجوا على الحلقه، في كواليس كثيره جدا عن تمرينه وعن استعداداته وعن دعم اسرته ليه للسكواش، ليه حبه لهذا الكيان اللي صرح بالكثير والكثير، وكان ليه صوره حتى زي ساديو ماني لما احتضن الكاسين الاخاره ليه واحتضنهم ولف نفسه بعلم النادي الاهلي وهو نايم. فطبعا يعني انا عايز اقول لكم مصطفى بيعشق هذا الكيان ولا يتخيل ابدا نفسه في مكان اخر غير النادي الاهلي. اتفرجوا علينا ان شاء الله في الفقره الحواريه.